وتوقعاتك ان اتحاد الكرة في انتخابات؟ اكيد في انتخابات، مين في الاشخاص انتخابات يا استاذ زبريغ؟ والله كابتن. حتى انت الان عندك معلومات قصدي؟ في يعني عندي في كلام ان محمود طاهر بقوة، واتقال الكابتن محمود طاهر ويقال ان هو رئيس الاتحاد لا لا لا، القادم. هو في الخلاف على القائمة. انا فاهم، بس هو يعني هو رافض هو يخوض، المرشح الاقوى. هو تم التحدث معاه وابدا موافقه مبدئيه، لكن في خلاف على القائمه، القائمه اللي اللي هو هتبقى مساعدينه يعني. فهو رافض ان هو يعني بيتمسك بمجموعه معينه، وما فيش حصلش توافق على القائمه. ما قالش المجموعه المعينه مين؟ لا ما عندكش معلومات؟ يعني لا انا عندي، بس اصل مش ممكن عاوز. يا محمود طارق يروح جايب مجموعه الاهلي كمان. لا 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 لا، خلي بالك حضرتك، بقول لك حاجه اتحاد بس. الكوره كله بص انا اقول لك حاجه، ورئيس يعني نادي بص الاهلي. انا اقول لك حاجه بس، رئيس النادي الاهلي بس من الشخصيات اللي نالت احترام بصراحه وانا الاهلي، موافقك، الاهلي والزمالك. انا ففكره موافقك. ان هو رئيس النادي الاهلي بالذات المهندس محمود طاهر، يعني في يعني الراجل بيحترموا جمهور الاهلي والزمالك، بس هو مش هيجيب كلهم اهلاويه. هو الفكره على ان هو عاوز مجموعه متجانسه، استاذ فهو بليغ، في استاذ بليغ رفض لده. هسألك سؤالك سؤال بما يرضي الله. في وسطنا الرياضي اذا جاء رئيس اتحاد الكرة زملكاوي، رئيس مثلا الاسبق لنادي الزمالك، هل هيتقبل الرأي العام وجوده؟ طب ما الناس كلها تقبلت الاستاذ عمرو الجنين. هو استاذ عمرو الجناني ده رئيس ما النادي الاهلي. هو انت بتقول من يدير المنظومه، يعني من يدير المنظومه، ايه المشكله انه يبقى رئيس نادي اتحاد الكوره من الزمالك؟ انا بسألك سؤال رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك. انا بسألك رئيس نادي لو الزمالك. يملك ده هينجح ويجح. انا بكلم لا بدون انا ارضيه. لا انا انت بتكلم فكره ان الرأي هو العام، الرأي فكره العام. الرفض، ان هو حسب الشخص يا كابتن، على حسب الشخص، هل هذا الرجل يصلح؟ طب ما الكابتن احمد سليمان مرشح بقوه انه يجي نائب رئيس، وقد يكون الشخص الوحيد نائب حتى رئيس حتى الان مع محمود طاهر. ايا كان بقى، ما هو حتى الان فكره القوائم دي لم يتم تشكيلها. ففكره هو موجود شخص من الزمالك وشخص قوي انا موجود، عارف ان علاء صادق كمان، علاء عبد الصادق، ده كان في اسماء في العضويه مطروحه، وعلى اساس انت واستاذ الكابتن علاء علاء عبد عبد صالح الصادق صديق مذكور، الصدوق علاقه لمحمود طبعا طه، معروفه طبعا، ما فيش كان خلاف. صاحبه بعد كده قلبوا على بعض في الاخر لا لا لا، شويه هو حاليا علاقه بهم قويه، كويس ومن رجعوا تاني الشخصيات يعني. اللي هي القويه معاهم. لكن يا كابتن انا اتمنى حاجه زي كده. احنا دلوقتي الفكر القديم تغير، فكره ان هو كانت احد الاشخاص هو الوصي، وانا اتكلم بصراحه المهندس انا بريده هو الوصي على انتخابات اتحاد الكوره، حتى لو ابتعد عنها بيجي المجموعه اللي هو تبعه. ففكره دي اتغيرت. ليه احنا ليه نقعد يعني ايه من يجد في نفسه القدره على اداره اتحاد الكوره ليه ما تقدمش؟ خاصه ان هو كان فكره التعديلات والقائمه المغلقه انها الناس كانت كلها خايفه منها، يعني الكثير كان يخشى ان هو الترشح ملوش فرصه. لا، فكره ان هو دلوقتي ادى فرصه، يعني فكره انه رفض التعديلات على اللائحه وانها تقام الانتخابات بالنظام التقليدي والنظام الفردي، اعتقد ان هو في فرصه جيده لمن يجد نفسه في الترشيح. طب ما نعكس السؤال يا كابتن، عندنا شخصيات زملكاويه كتيره، مين منها نفكر مع بعض؟ طبعا كلهم يصلحوا ان هو يخوض معركه الانتخابات وليه خبره في اتحاد الكوره. انت عندك واحد زي الكابتن ايمن يونس خبره كبيره في اتحاد على الكوره فكره كابتن ايمن يونس بيفكر، وتواجد بقوه. بيفكر على الكابتن فكره. ايمن يونس زي الكابتن محمود طاهر، الكابتن ايمن يونس ينال ثقه يعني احترام الاهلي والجمهور الاهلي والزمالك يعني. اعتقد ان لابد كمان الفتره الجايه في اتحاد الكره المصري ان يكون في شخصيات من كل حته، يعني من الاسماعيلي، بس من ما بقاش اختيار يا كابتن لا على اختيار، في الاهلي شخصيات والزمالك. محترمه على فكره. يعني في الزمالك والاهلي والاسماعيلي ما بقاش والمصري يعني والاتحاد والصعيد، فكره والصعيد النظره دي ناس طبعا، فيها ناس محترمه كتير. النظره دي ما تتغير بقى، فكره ان ايه ده اهلي وزمالك تتغير. احنا دلوقتي بس خلي بالك، طب ادي مجموعه العمل مثلا بتاعت رابطه الانديه، نتفق او نختلف عليها بس واخده قوه، فبتتحرك بتنجز، يعني في ملفات ماسكها زي ملف الجمهور ده، كم فتره اتكلمنا فيه وما حصلش على ارض الواقع، لكن قدرت يعني تنجح في ملف الجمهور. فانت محتاج يعني ايه زي ما بيقول، كان يقول لك حكومه تكنوقراط، فانت محتاج فكر، ناس عندها فكر صحيح تدير منظومه اتحاد الكره.